نجاوب على واحد ولد، ولد القوادة تا هو، واحد خونا ساكن في الطاليان ماشي حارق، ولد لقاه خدام شي فيرما، وديك الطونوبيل كاينة طونوبيل بديك الفيرما ساكتة، وتيطلع عليها ولد القحبة ما جا ما يسكتو، ناري ما جا ما يسكتو ما كيسكتش ولد القحبة وباقي جامع عليه واحد. دابا مثلا انا دايرين بيا غير العميقين واللي فاهمين فهمتي، هو دايرين بيا العروبيه، ودوك العروبيه صعاب باش تقنعهم بانني انا راه في لي سو، كيضحكوا عليا في الكومونتير يقولوا لي هذاك العروبي كاينين ولا اسم كاينين دوك الراجل بالراسي والو، كتشي كتلقى مصور حدا شي بير خاوي ولا كتلقى مصور شي لابيسي، كتلقى مسكرين تصور بروفيل ديال الواتساب مسكرين عليه حتى فيسبوك، وعندو الدريات اللي هادي برازيليه سوسا عندو دوك الكاويات كيصوني ليهم، ولا تلقاها باش دايروا ليا بمعيار عمرني ما دخلت بيت نعاير فيهم، واحد راه درت معاه هنا كاين جديده ولد القحبه ما عرفت منين جاي، عرفت منين جاي شي بلاصه في العروبيه وجا ساكن هنا بناي بناي، وشو ولد القحبه داخل مع جيج دوبير بان كيقول لي ما انا راه جديده ولد القحبه راه هذا استغفر الله امك لي قحبه ولد القواد انا جايكم الدري هذا راه غندير لي لايف هذا مني غنلقاه غندير لي لايف وغتشوفوا وغتشوفوا الياس على شكال عمرتي واحد ما دار باللايف اللايف غندير لكم لايف نقول لكم ها هو الدراري ندير لي بحالكم ماشي غنبدا نقرش فيكم والله يحفظه صاحبي ما كاين غير الدغمير علاش حيت هو ساكن هنا وما كيعرفنيش وبير كيقول انا ولد جديده بغيت الكومونتير ديالو نقراه لكم استفزني ولد هذا ولد جديده اهبيل راه كنشوفو غادي وما فاهمش الكونسيبت هو القهبه حتى تحب الكونسيبت ديالي انا هو انا نولي نلبس مزيان ونلبس سبربيله ونلبس راه ماشي هو هذا الكونسيبت سير تقول انا طلعت لي الدنيا في كري راه حتى كتحب راه دوشه بزز راه بزز باش كدوش وباش كنصب الحوايج راه هبيل انا راه نبقى بحوايجي انا واش كتحبني حتى زعما باش راه عادي عاد بان ولي معيره قال لي راه كنشوفو غادي بواحد التوني ديال ميسي كيلكل غادي والله يا خويا ونهار غنشدك عصير خوي جديده راه غنلقى امك كتبني في شي دار غنريب على امك يا ولد القواده بديت كندير معاهم كندخل كنقول لي فين انت ولد القحبه كنقول لي مراكش عصبوني يا صاحبي دخل قلت شي سكرينات ديالي كندوي على هادشي ديال الحريق وفاش قلت ليهم الماكله ديال الحراقه عقلتو انا شو انا هبيل ما عارفش اش كنقول شريت واحد 10 كرواسات وهزيتهم وريتهم ليكم وريتكم عصير هذاك فالونسيا وقلت لكم الماكله ديال الحراقه في الصباليون هو رد عليا ما كيحبني كاين وبدا يقول ندير امو هذا خاصو الحبسو كيعاير سير تقود حتى ولا غادي نصيفط لك ولد عمتي راه كيسكن تما في طاليا انا غنصيفط لك غيضرب امك بعصات بيسبول ديك الطوموبيل هرت امك البارابريز شي فيديو سير تكمش راه ما كاينش انا راه اي واحد نعاير راه ماشي باش يرد عليا ولا باش راه انا بحال اللي ما كاينش ها فاميليا هذا الوسخ لولا هذا المكان ما كنتش غنعرف دين امكم هما انتما جيتو وليتو انا ما مصوقش انا اللايف في 2000 ولا 500 ولا 600 انت في الاخر راه عارف الناس اللي كتفهمني راه ما على بالي انا راه مكرات دابا اللايف اللي عنده شي شغل يمشي يتقول ماشي زعما باغي هذا راه الدراري عارفه كنقلبش انا على باش نجي نبدا نجاوبك بفيديو ولا نبدا ندير معاكم هذا وين هذا وين اولا القوادات نتوما كندوي عليكم صافي من حقي نتوما بان فيكم شي حاجه دوي ولكن بعدو مع المنكر دوي وسيدو بحالاته تجي تبقى تعاطى معايا ولا تبقى راه نولي ضارب شي واحد هو بعد المرات راه كنفكر غادي نضرب شي واحد والضرب ديالي رخيب شحال غنضربك غتبرا غدا ولا غتبرا الشهر الجاي والله يا امك لا بريتي سيروا سولوني سيروا سولوا الناس راه باقا كتجري على الطب دابا السكانيرات كيقولوا لي مدخلوا الراس واحد راه براسو تفرتك راس ما بقاش دير امو في دوك ليزيات ودوك خيوط ودوك فرتك تمو هنا انت ضاربتي شو دابا حنا هنا في الحريه وشو كيدير تصور تدخل الاوجه ملي ديري على عليه الله يسلم صاحبي يا ربي السلامه يا ربي يا ربي لا ليك تشبع على شي واحد مسكين يا ربي الملولي راه فين ما كنفيق الصباح كنبدا كنقول شو مسكين الملول ما يقدش مسكين على الحابس ولا هو عنده عقليه صاحبي واحد العقليه الطوموبيل كيبغي يمشي الدريات كيخلقها دابا تلقاه مكرفص صاحبي ما يقرا ولا كوتوب تما ما يتريني ويمشي يبقاو يلعبوا كارطه وتما مجمعين باصلي يا صاحبي مسكين هذيك 48 ساعه اللي دوزت صاحبي ما صبرتش هربت والله حتى هربت بالله ما صبرتش انا ديك 48 ساعه وتخيل معايا كتدخل الطواليت كتبغي دوش كيبدا يدق عليك واحد
في البولة في البولة مرون داك الشيء الماكله كيديرها السجون وداك الشيء والله يلا يسر بعد الشيء ملي كتدخل العاده كتدخل الحبس اول دخله لك الحبس اول دخله لك لانك كوني كحباس ودوش الحبس اول دخله لك الحبس كتدخل تعرى كتعرى وكديرها كديرها باش لا كنتي باش لا كنتي لا كنتي هادشي 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 الحشيش ولا هادشي زيزوار كتكون فين غديرها صافي كتبرت ما كيقلبوك ما والو بلا ما يبقاو يقولوا لكم كيقلبوكم راك ديرها كتبكوا عليا الله يستر هذه اول دخله كتشير بوجده هاد بوجده شنو هو هو باش كتكون باقي ما تحكمتيش بوجده يقدر بيت واحد يكون فيه 200 واحد 300 واحد خاصك تحكم عاد تهز ترونسفير على 7 الصباح كدوش ما بارد وكتهز انا علاش الحبس ديالي شوني خرجت الحمد لله بقيت اون فور علاش شوني انا ملي خرجت من الحبس ما زدت زيانيات وما زدت تبارك الله تقلبت اه ديال رونالدو آه. رونالدو قداش ها بيني وبينكم حسبوا نتوما رونالدو ديال البرازيل كاع ما قد الوحش شو توني كيجنن قدو شو شو كيتهز قدو غندخل تما الحبس ديالي كيفاش دوزت دوزت لونطري مع الصباح لونطري مع الصباح لونطري مع الصباح كانوا جايبين واحد واحد الكاو ماشي كاوري كوري 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 جنوبي بلاتي لا دويش مع الصباح في الواتساب تايلوندي من هذوك السود ديال طالي ديال تايلوند هذوك السود هذا والساد والساد ديال هادشي ديال التيكواندو ديال الجيدو ديال الفنون الفنون الحربيه ديال اي حاجه الفنون القتاليه كانوا جابوا على شي مافيا شي حشيش مهربوا كان غادي بيه من كولومبيا غيدوزوا للمغرب غيطلعوا لنيوزيلندا حاكمين عليه جايبينهم 5 سنين وانا كانت عندي 48 كيفاش ايديت غدوز هذا العام تقربت منه وتعرفت عليه ولا هو الاستاذ ديالي ولا الاستاذ ديالي في هذا الشيء ديال المضاربه ولا هذا الشيء ديالي مشيت عنده انا سمعتوا الدراري قلت لكم مشيت قربت منه هو بحكم بانه كان بطال وكذا ودوز مافيا وداكشي بدا كيتريني بيا لونطري من الصباح 6 الصباح كيحلوا لي الباب انا وياه هو كيكون لابس سيرفير سليبس ماطي ابيض لونطري ما لونطري ما لونطري ما لونطري ما حتى ل 10 كنمشي ناكل الوجبه ديالي الروز وبيضه كتعاود عاوتاني ترجع لونطري ما لونطري الحبس ديالي كله داز لونطري كله الخفه كامله ما كنبغيش الدار لا ما كنا زعما زعما ما كناكلش داكشي زعما سيرفو زعما راه غنهبط غنضارب معاك راه شنو من بعد راه عليك لايك كان ديما كيربح وكان كيفايق فرحان ولا دح وي ورا مات غنضارب وغنقدر نقتلك غنمشي معاك بعيد انا راه غنوقف غندوي غنهز صبك غنجيبك على راسك على شي طريق ورا غنقتلك غتجي الصافيط غنهرب ليهم يولي عندك قاتل وفار مصيبه نمشي للعروبيه ونبقى بارك تما حياتي كامله ما يشدونيش البوليس انا اللي درت راسي في البوليس اللي درت زعما راسي والله ما يشدوني آه مع احتراماتي ليهم راه كامل الاصدقاء ديالي ولكن والله ما تشدوني زعما لا درت راسي فيكم وزعما كنتي عتعقلتوني وبغيتو تبعوني انا فرفاره هذاك الشيء ديال فهمتي مثلا ندخل لي مهنا الغابه ديال جديده الغابه اللي بنت كازا وجديده هذيك الغابه انا كنت كنتريني فيها صغري كامل حافظها حافظها دخلت تما ندبر على شي بوكحله غنضحكوا ماشي زعما الدراري غنا كنضحك معاهم ماشي زعما بالصعب اه مثلا مثلا شي مكحله ربي الشعر في الغابه واش خطر غنولكم راه غادي نولي نخرج من الغابه اللي كتجيب الجديده وغادي نولي ندير الشجر وندير الحجر ونتعصب لكم الناس وكذا واش غتشدوا البرق غتقصوا ديك الغابه كامله وما نلقاونيش عود انا مخها هي مسخسخ كتقول علاش غنوض غادي نمشي واو والليل طويل وقعدت في الغابه ما كنفكرش فيه كنت زمان
باقي ليا زيد 2000 وساعة وباقي ليا داك الله جا ندير شحال من حاجة عمركم شتوني في شريط شروطي شكون دابا أكثر واحد عنده الجمهور شكون أكثر واحد دابا عنده الجمهور ياك هذاك هو كيلالي أنا قلت يدير وكيلالو حكاشنا شنو سميت ديك الأغنية خندير تندير البيس وكيلالو محمد شنو سميتو محمد محمد نبينا محمد الملالي دبر عليها وكيلالو وكيلالو بين عشية وضحاها حقق محمد الملالي شهرة عالمية واسعة بفضل فيديو عنوانه العفوية ثواني معدودات على تطبيق تيك توك حصدت 19 مليون مشاهدة وغيرت من يوميات محمد فما المثير في فيديوهاته لهذا الحد؟ يومية الفلاح جواب من تطوان حيث يقطن محمد الملالي نتابع مع صديق بن زينة وفضل السعدون هل هي عفويته الجميلة أم ابتسامته الصادقة أم هي تركيبة متفردة اجتمعت فيها مقادير بساطة المظهر وسلامة السريرة وصدق الطعام؟ لا شو دابا فان سانك وشو الإذاعات ديال اليابان شو كيديروك واحد صنع صاروخ واحد صنع لي واحد الشطابة كتمشي لي دغيا كتجي إلكتريك واحد صنع لي دار كتحولها شو الدوزة ماش دايرة شو الدوزة ماش دايرة وكيلالو لذلك كلها فضوء هي تركيبة متفردة اجتمعت فيها مقادير بساطة المظهر وصدقية الفرح لعل ذلك كلها فضوئية سرعة الانتشار التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي جعلت فيديو محمد الملالي يحصل أكثر من 19 مليون مشاهدة في وقت قياسي صنع له شهرة عالمية التواصل الاجتماعي جعلت فيديو محمد الملالي يحصل أكثر من 19 مليون مشاهدة في وقت قياسي صنع له شهرة عالمية أنا ما تيقش راسي زعما الصراحة وما كنتش في وقت قياسي صنع له شهرة عالمية انا ما تيقش راسي زعما الصراحه وما كنتش كنفكر كاع في هذا الشيء كنت انا عندي داك الشيء عفوي سي فيديوهات ديالي عادي كما كاع الناس والحمد لله ربي يقول سخار الحمد لله بهذه العفويه انطبعت علاقات محمد الملالي الانسانيه في محيطه الاجتماعي بتطوان والله تصاديو ماني بالله والله تصاديو ماني هذه البساطة البعيدة عن أي مركبات زائفة دخل قلوب الجيران والأصدقاء قبل أن يخرج بها على ساكنة العالم الافتراضي ويفجر فيها شلالات دافقة هذا الدراري هو الملالي صاحب أحسن ضحكة حق ضحكة للدنيا مسكين إنسان ما فهم والو فيها فهمشي أول فيديو ديال ولما هذا الملالي الغني في الأول عطيش نوى الدراري عطيش الواعرة هو كيبقاو الناس يلوحوا لي فيديوهات ملصقينهم هو ونايمار فهمتي هو الفوق ونايمار تحت هو كيسحب ورا بصح نايمار مشى دار لي ابوني انا نوريك واحد العلام انا كنت امنه علاش كيسحب هو محمد الملاه هو كيدير داو مسكين دار لي ابوني دار لي ابوني سحبني كرده هو كيدير داو وكي صاحبو نايمار بصح كي صاحبو نايمار السلام عليكم خوتي خواتاتي لاباس عليكم اللي تفرج في هذا المقطع
هذا ديال محمد الملالي الانستغرام ديال محمد الملالي. كنشكركم بزاف، هذا هو الكود الحقيقي ديالي. كنشكركم بزاف، بغيتكم تحفزوا لي هذا الكود، راه محتاج فيه والعيد هذا، وماشي غير انا اللي محتاج، انا وكاين بزاف الناس بحالي محتاجين، وبغينا نتعاونوا بعضياتنا. الله يحفظكم خوتي، هذا هو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس صافي صافي. نشوفوا الكومونتيرات ديال المغاربه الحنان، المغاربه الله يوفقك اخي الكريم بالتوفيق ان شاء الله. دخلوا على صفحتي، عملوا اشتراك ولايك بليز. موفق ان شاء الله. انستغرام عاوتاني ناري واحد، ناري ناري منه بزاف، حتى شو كتبته في انستغرام، شوف عندي لي اشهار، هذا كيبان لي مكلخ. السلام عليكم، انت كي داير؟ بخير صحيحه، وباغيك جوج جوج كنستهدف بحال هكا، وانا الدراري تيكونوا ما فاهمين والو في انستغرام، كنصاب عليهم دابا هذا عنده شي لعيبه، نقول لي راه غندير لك اشهار. موفق ان شاء الله، الله يوفقك اخويا، انا معاك في يوتيوب وهنا في ماستغرام. تدا لي فان ديالو كلهم كيقولوا ماستغرام، اما التيك توك ما دايروش. المهم نتعاونوا معاك خويا في هاد الباج محمد، خاصك تبقى دير لايف هنايا بزاف، خاصك هنايا. السلام عليكم اخي، الله يوفقك، بقى طلع لايف، بقى طلع لايف بزاف باش تكون ليك ديك الناس وتعرفهم. انستغرام وكونت محمد، دير لايف باش باش نتيقوا. زمت هو هذا قال لي دير لايف باش نتيقوا على الله تعالى. الله تعالى مسكين نيمار البرازيلي السحار. محمد الملالي دير لي فولو. هذا الله يمارفول. وين كاين هنا؟ شوفوا رشيد العلالي. قحبة هذا كيبقى يدير الأسئلة. سعد مجرد ما عاد فين شات؟ مشى للحج. سعد مجرد يؤدي مناسك العمران رفقة والدي شيخ نزهر الكراكي. دراري وسعد مجرد كيجي الركراكي، المدرب ديال الوداد مو سميته الركراكي. حب الكبير في زغال.